اهلا بيك يا فندم. انا دكتور حسين فتحي، استشاري الامراض الصدريه وزميل كليه اطباء الصدر الامريكيه. كنت عايزه حضرتك تكلمنا عن ايه هو متحور كورونا او متحور الدلتا. الحقيقه فيروس كورونا احنا النهارده تقريبا داخلين على العام الثاني بنواجه فيروس في منتهى الخطوره، فيروس الى الان هو مجهول الهويه بالنسبه لنا. يمكن شفنا ان احنا في سلالات كتيره جدا، كان من البدايه كان في عندنا الفا وبيتا وجاما، النهارده احنا بنتكلم على السلاله الجديده اللي هي سلاله الدلتا. وطبعا زي ما حضراتكم بتتابعوا باستمرار في مواقع التواصل الاجتماعي ان هي ضرب الهند بكميات فظيعه جدا. احنا النهارده في الهند ممكن بال 200 الف حاله بيتوفوا في الهند. الحمد لله الى الان هو لسه الفيروس ده ما وصلش لمصر، ونتمنى ان هو ما يصلش الى مصر. ولكن هي مشكله فيروس كورونا ان هو سريع التحور، ان هو بيغير شكله من ان الى اخر، ومن هنا جت اهميه الاخذ بالاجراءات الاحترازيه. يعني احنا الان مفيش دواء ثابت احنا بناخده لعلاج الفيروس كورونا، احنا بنعالج باستمرار المضاعفات هذا المرض. لما المريض بيصاب بالتهاب الرئوي يا اما لو الحاله بتاعته مستقره ممكن نعالجه في البيت، وفي حاجه اسمها عزل منزلي. لو الحاله تدهورت ومستوى الاكسجين في الدم قل عن المعدل الطبيعي المقبول، طبعا العيان ساعتها بيخش للعنايه المركزه. الى ان يتسنى هذا الكلام ما زال الاجراءات الاحترازيه هي محور القضيه في هذا المرض. استخدام الماسك او ما يسمى بالكمامه، التباعد الاجتماعي، عدم التواجد في التجمعات الكثيره بقدر الامكان، في نفس الوقت الاهتمام بالتغذية السليمة، الخضروات الطازجة، الفواكه الطازجة، العسل النحل، يعني التغذية اللي هي من شأنها ترفع مناعة الجسم، لأن هذا المرض بيؤثر على المرضى اللي هم بيعانوا في نقص المناعة، زي مثلا مرضى السكر، مرضى ارتفاع ضغط الدم، المرضى اللي بياخدوا بعض الأدوية المثبطة للمناعة زي مثلا مرضى الأورام، المرضى اللي بيعانوا من أمراض المفاصل المناعية زي مثلا مرض الروماتويد أو مرض الذئبة الحمراء، كل دول بياخدوا أدوية مثبطة للمناعة من شأنها هي بتقلل مناعة الجسم، وبالتالي بيكونوا عرضة للإصابة مش بس فيروس كورونا، لكن أصاب بأي مرض معدي غير مرض الفيروس الكورونا. فمن هنا جت أهمية التغذية السليمة، وفي نفس الوقت المبادرة بالكشف باستمرار يا إما في عيادة عند طبيب أخصائي أمراض صدرية أو المستشفى أمراض صدرية، اللي ده الشخص الوحيد يبقى بالقادر إن هو يقدر يشخص هذا المرض. طبعا رجائي الخاص للسادة المشاهدين والمستمعين إن مجرد الشكوى، الاحساس بعدم التوازن، الاحساس ان المريض ما يحسش ان هو انسان طبيعي زي الاول، او انه نشاطه العام اختلف، لازم يبقى طبعا وقتها نفكر ممكن يكون اصيب بمرض الكورونا. مش بس لازم يكون جاله كحه او يعاني من ارتفاع الحراره، حالات كثيره جدا شفناها المريض لا يعاني من كحه، لا يعاني من ارتفاع الحراره، ولكن يعاني من هزال، من صداع، من ضعف عام في الجسم، عدم المقدرة على مزاولة ألوان الحياة العادية والأنشطة اليومية اللي يتعمد عليها، وبالتالي ده ممكن يكون بداية لإصابة بمرض الكورونا. متحور دلتا بيستهدف إيه جزئية في الجسم؟ هل الصدر؟ لا، مش بس الحقيقة الصدر بس، النهارده فيروس كورونا هو بياخد الجسم كله. يعني النهارده احنا بنتعامل مع مرض بياخد كل اجهزة الجسم كله، مش بس مرض، مش بس الجهاز التنفسي، ممكن ياخد يأثر على القلب، يأثر على الامعاء، يأثر على العين، يأثر على الجلد. وشفنا حالات كتيرة جدا جدا كان الشكوى المريض بس هو طفح جلدي. فإذا هذا الفيروس مشكلته في حاجة ان هو بيتحور من ان لاخر وبيغير شكله من ان لاخر، ومن هنا جت اهمية الاخذ بالحذر، الاخذ بعين الاعتبار ان ممكن العيان يكون اصيب بمرض الكورونا. ونبدا هل التكسين بيقدر يتعامل مع التحورات الجديده للكورونا؟ والله احنا بنتمنى هذا. طبعا التطعيمات مهمه، ما فيش شك ان هي بتقلل حده الاصابه، ولكنها لا تمنع حدوث المرض. فمن هنا جت اهميه التطعيمات، وجت اهميه برضه تاني الاخذ بعين الاعتبار بالاجراءات الاحترازيه. التطعيمات مهمه ان هي بتقلل حتى لو اصيب المريض بمرض الكورونا، ولكن الحده بتاعتها بتكون اقل بكتير جدا من لو ما خدوش التطعيمات. تمام، اشكر حضرتك. عفوا يا فندم، ان شاء الله.